الفلسطينيين معروفين في قطاع النسيج ومعروفين بتراثنا الأزياء الفلسطينية، وإحنا كنا دائما مبدعين، بس بالوضع الاقتصادي اضطرينا أنه نأخذ أكم من خطوة لورا. أنا بآمن أنه إذا دخلنا على السوق الجديد اللي هو سوق الأزياء الراقية، هون إحنا بنقدر نبدع، والطالبات بيقدروا كمان أنه تكون هاي مهنة بيكسبوا منها، يعني بيربحوا منها، مش بس انه يشتغلوا خياطات وياخذوا معاش قليل والى اخره، وهي واحده من المشاكل الموجوده عندنا في قطاع الازياء في المنطقه. فلا، احنا بدنا نحضر الطالبات انه انت مصممه ازياء، انت بتقدري تسوي كل شيء من الصفر لحالك، سواء تصميم سواء باترون الى اخره، وتقنيات التفنيش ما تكون تجاريه بحت، تكون على مستوى عالمي، تقدر تسوي فساتين عرايس، تقدر تسوي تطريز، تقدر تسوي شو ما بدها، خلينا نحكي تقنيات وجودة عالية جدا. لو اشتغلت هون، لو اشتغلت برا، لو اشتغلت هون وصدرت لبرا، يكون الاشي مقبول. فعليا العرض الاول على مستوى مش بس الخليل، على مستوى فلسطين كلها. بتشرف انه تكون الكليه الذكيه للتعليم الحديث عم بتطلع اول عرض الازياء للاطفال في مدينه الخليل. العرض اللي كان تحت اسم هذا انا، اللي صمموه طالباتنا في التخصص. وحقيقه ان هذا العرض هدفه انه احنا نوري المجتمع قديش في عندنا قدرات، في الطالبات كامنه عم تقدر تطلع تخصص بتخصص لسه بسنة أولى، إمكانيات عالية جدا. بالإضافة لذلك أنه في عنا إبداع حقيقي في الشباب، والأهم من ذلك هو إحياء مهية الخياطة وتصميم الأزياء لضرورة وجودها في الخليل الفلسطيني بشكل عام. يعني إذا الفرصة موجودة ليش لا؟ يعني الأستاذة نادية حزبون هي مشرفة التخصص، تناسب تنافس على مستوى العالم، وبالتالي أكيد بما أنه في إبداع، في مهننة، في ترتيب أكاديمي حقيقي، في معرفة علمية حقيقية، أكيد بننافس على مستوى عالمي. وما بعتقد أنه بعد اللي شفتوه في عرض الأزياء للأطفال هذا إنكم أبعاد عن هذا المشهد، لأنه فعليا في عنا إبداع من طالبات فقط لسه بالسنة الأولى قدروا يطلعوا هذا المنتج. فما بالك بعد سنتين بعد ما يتخرجوا في كلية ذكية للتعليم الحديث.
يعني هي قضية الخصوصية كانت من أهم الأمور اللي كنا إحنا دائما نفكر فيها، مش بس خصوصية كمان، يعني إحنا بنراعي دائما العادات والتقاليد والأمور الدينية، وبالتالي جدا مهم إنه إحنا نكون حريصين على هذا الموضوع، وإحنا أكثر ناس كمان يعني إيمانا مش بس حرصا في هاي القضية. لذلك كان العرض هو عرض للأطفال، يعني بالتالي إحنا بنحترم عمالنا عاداتنا وتقاليدنا وديننا، ولن نخرج عن هذا الإطار. قضية إنه إحنا نطلع فعلا مهنة جديدة اندثرت من فترة كبيرة، بالإضافة لهيك نحترم عاداتنا تقاليدنا مجتمعنا ديننا لهذا الموضوع. وهي النقطة بحب جدا أركز عليها، لأن لن تكون الكلية الذكية إلا مراعية دائما للعادات والتقاليد والدين على المقام الأول.